مش بدنا بدي هذا بدي كومباني تيفي هذه الرابله انت مش فلوس هذا رايح يموت راعي الشاي ولا من الدخان الو السلام ورحمة الله خير الله يسلمك والله عنده حريق هنا لا مسكر ما في الا باللازم ما له ما في شر مسكر لسه زادت شبت الجهة الثانية لا انا كاتب اللي في جنبها والله لا ما في دار وش يرى اللي مطلعينه يقول لك اجهز ترى مكلف لكن المالك ينساف ولا الصينيين اي الصينيين ها ينساف الظاهر في مبنى الينساف صدق هو هذا المشكله ايوه اللي لحان فيها النار اللي ينساف الظاهر ما بنفسك تيجي شوف ايوه والله الجهه الثانيه جست المبنى الثاني ايوه ما اقول لك عز الله رحنا فيها الاوراق كلها انحرقت يا اخي المفروض يفكون البوابه الثانيه تصور؟ كمل ما يتريد ترى ما منه ولا احنا ليش بين الصور ظاهر ان ما زادوها الا بالمه هم زادوها انتم شاركتوا ما شاء الله احنا ما عندنا وية مير كلها اجار كلها اجار يلا لا دحين اسحبوا منه من مرافق على طول مد ليات ايه قاطع الشارع شوفها دخلوه الشاي ولا بيروح فيها شكله خوينا مظبوط مظبوط رايح خلاص يا ربي لا تنكبنا ريمو كاتشي تيك يور موبايل